في ثلاث حاجات بتحكمني بالنسبة للراجل ده. ثلاث حاجات. سنه كبير. نعم. 83 84 سنة، زائد ان المرض استشرى في جسده. خلاص. يعني سن ومرض. نمرة اتنين، له عندنا حتة. اكتوبر 73. يعني انت تؤكد اليوم فضل رئيس سابق حسني مبارك بحرب اكتوبر. طبعا. هو في حد يقدر ينكر دي؟ هو في حد يقدر ينكر ان حسني مبارك قائد عسكري من طراز فريد؟ في حد يقدر يتناقش في دي؟ الحاجة التالتة، انا شفت انور السادات وهو بيبص لربنا وبيشكر ربنا وهو عندنا في البيت بعد الحرب على طول. في ساعتها كنا بندفن الشهيد عاطف السادات وقتها، شفته هو بيقول 220 طيارة طلعوا ضربوا